ثلاثة اثنين واحد. زين يا موزة، احنا الحين بننزل نزوة وفي المكان والزمان اللي طلبتي انتي، لكن ما خبرتيني ايش تبغي من نزوة. باغلي بوفون فرنسي؟ وي جي بارل فرنسي. الله عليك يا حامد، الرجال نطق كلمة مرة ثانية. قل له اي شيء، قل له. زين زين صبر يا موزة. فيا فيا شاك ماتا جي في ليكول. نو بيا بيا شاك ماتا فوفيا اليكول. والله فكرة زينة انكم تسجلوا اخبار البلاد للاجيال القادمة. والله احنا الحين مهتمين بتسجيل اخبار رحلتك هذه. تدرون ان هذه الرحلة اول رحلة لامريكا؟ نعم. والسفينة كان اسمها سلطانة ومن سفن البحرية العمانية. وليش تركت المحاماة؟ شعرت بان الوطن يناديني، تركت المحاماة وجئت الى الهند، واول شيء دعيت له هو وحدة الهند ووحدة أبناء الهند. بماذا تهمس إليها أيها الرجل؟ أقول إذا كان هو هذا العالم فالعلماء يتفاهمون مع بعض زين. أقول إذا أنت عالم أنت فاهم مع بعض زين. أنت عالم أيضا؟ طبعا. الله، إيش هالمكان جميل يا حامد. والله ما أدري يا موزة، هذا أجمل مكان شفته بحياتي. تعال نسير شوية، تعال تعال. والله إن ابنة المستكفي تلهو بك، فهي يوما على ودك وعشقك، وهي في يوم آخر مع غريمك ابن عبدوس. السلام عليكم يا أخوة العرب. وعليكم السلام. يا هلا يا هلا يا مرحبا يا مرحبا، تفضلا تفضلا. والفوزير نشر.